هذا البرنامج برعاية QNB. السادة المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى حلقة جديدة من عين على قطر. الدوحة هذا الأسبوع كانت على موعدين مهمين. الموعد الأول هو صدور قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في الدولة، هذا القانون الذي انتظره الجميع منذ الزمن بفارغ الصبر، والذي يلغي نهائيا نظام الكفالة في الدولة ويطبق بعد عام من الآن. الموعد الآخر كان خطاب أمير الدولة في افتتاح الدور التشريعي 44 لمجلس الشورى، هذا الخطاب الذي تضمن الكثير من الرسائل، أكد على ثوابت والتزام الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يتعلق أيضا فيما خص تراجع أسعار النفط تأثيراته على الموازنة العامة للدولة وكيف سوف تتعاطى معه الحكومة القطرية. أيضا في المقابل كان هناك عناوين رئيسية في قطر هذا الأسبوع. البنك المركزي يلزم جميع البنوك برفع احتياطي المخاطر بنسبة 5% من الأرباح. كذلك أيضا هناك تصريحات من وزارة التخطيط العمراني بأنه تدشين 59 حديقة بمليار ونصف المليار خلال الثلاث السنوات المقبلة. في المقابل الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر ترتفع أرباحها بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 35 مليار ريال قطري. تفاصيل هذه العناوين في سياق هذه الحلقة والتي نبدأها بالشريط الإخباري. ألزم مصرف قطر المركزي البنوك القطرية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بنسبة 25% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح للبنك داخل الدولة وخارجها، بعد استبعاد المخصصات والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية. اعتمدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خطة لتنفيذ 59 حديقة جديدة بمختلف بلدية الدولة بقيمة تقدر بنحو مليار ونصف المليار ريال. نجحت شركة قطر غاز في استرجاع ما يصل إلى 535 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يكفي لتغذية حوالي 300 ألف منزل بالطاقة. دشنت قطر أكبر مدينة عمالية في منطقة الخليج على مساحة تبلغ حوالي 1,100,000 متر مربع، تشمل على مناطق ترفيهية وتجارية إضافة إلى المجمعات السكنية التي تحوي 55 مبنى بطاقة استيعابية تصل إلى 100,000 عامل. توقع تقرير عقاري ارتفاع معروض الوحدات السكنية في قطر العام الجاري إلى 35 ألف وحدة سكنية تقريباً، كما توقع تقرير الأسمخ للمشاريع أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في العام 2015 عقوداً تفوق قيمتها 40 مليار ريال. قامت شركة بروكفيلد بروبيريتي بارتنرز ببيع 44% من حصتها في مشروع مانهاتن لصالح جهاز قطر للاستثمار، وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع عقب اكتماله بنحو 8 مليارات و600 مليون دولار أمريكي. نبدأ أعزائي المشاهدين بالخطاب الذي وجهه أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح الدور 44 لمجلس الشورى، هذا الخطاب الذي تضمن الكثير من الرسائل والتأكيد على ثوابت الدولة خاصة في السياسة الخارجية والقضايا الوطنية، أيضا فيما يتعلق بالسياسة الداخلية وتأثير تراجع أسعار النفط على مجاميع الاقتصاد القطري. وأكد أمير الدولة بأن قطر ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع الأساسية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وكذلك أيضا مشاريع المونديال. لا أخفي عليكم أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر، وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف، والفرق مهم، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة، أما الخوف فغير واقعي ومضر ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا وإلى التكاتف في مواجهة التحديات ولليقظة ورفض المسلكين المتطرفين، الفزع غير المبرر من جهة
وخداع الذات التي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة، حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وعبائها. أيضا أكد أمير الدولة بأنه الموازنة المقبلة للدولة، والتي سوف تبدأ في الأول من يناير من عام 2016، سوف تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وبالتالي ترشيد الإنفاق بشكل عام. وأكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة، فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى، كما تعلمون فإن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيل بعد جيل، بالسعي إلى تطوير اقتصاد المتنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي، وتتزايد في أهميته القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 أولوية التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز التنمية البشرية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة. بعد أكثر من عام على الإعلان عن مشروع قانون دخول وخروج الوافدين وأقامتهم في الدولة، قانون يصدر رسميا باعتماد هذا القانون والعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية. العمل بهذا القانون سوف يكون بعد عام. أهم في هذا القانون بأنه يلغي نهائيا نظام الكفالة الذي كان معمول به بالدولة، وبالتالي قضية تنقل العامل من رب عمل إلى آخر أصبحت له ضوابط جديدة، إضافة إلى إلغاء ما يعرف بمأذونية الخروج من الدولة وإلغاء سنتي الحرمان. هذا القانون لن يكون بأثر رجعي، بمعنى أنه سوف يكون هناك عقود جديدة مع بدء العمل بهذا القانون في الأول من نوفمبر من العام المقبل، وبالتالي سوف يتم العمل بآليات المحددة لهذا القانون. لن نطيل تفاصيل هذا القانون في سياق التقرير التالي. قطر تلغي نظام الكفالة رسميا بموجب قانون جديد يدخل حيز التنفيذ بعد نحو عام تقريبا، قانون يرتكز على عقد العمل بين الوافد ورب العمل، ويتيح انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بعد انقضاء مدة العقد المحددة أو 5 سنوات للعقود غير المحددة المدة بموجب موافقة وزارة العمل. وبموجب القانون الجديد لن يحتاج الوافد إلى إذن خروج من الدولة، بل إبلاغ المستقدم قبل 3 أيام من موعد السفر، كما يسمح بإصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالك العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها. القانون الذي احتاج أكثر من عام لإقراره ويحتاج عاما آخرا للعمل بموجبه وبدون أثر رجعي، ترافق بإلزامية تحويل الأجور الشهرية لجميع العاملين في الدولة إلى المؤسسات المالية، وذلك في إطار تصحيح وتصويب بيئة العمل في الدولة التي شبه الكثير من الإخفاقات نتيجة الاستغلال المجحف من البعض لعدد من جوانب قانوني العمل والإقامة في الدولة. أيضا من الأحداث التي شهدتها الساحة القطرية خلال هذا الأسبوع اختتام فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع المدني في دورته 5، مشاركة كبيرة من عدد من الدول والمؤسسات والهيئات والإدارات، توقيع صفقات ما بين عدد من الشركات و
عدم إدارات في وزارة الداخلية. تقريبا 1,350,000,000 دولار أمريكي هو حجم الإنفاق الخليجي على معدات الأمن والسلامة. تفاصيل هذا المعرض والمؤتمر في سياق التقرير التالي. معرض ومؤتمر الدفاع المدني في دورته الخامسة يدشن أولى فعاليات مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الجديدة تحت شعار التنمية المستدامة والحد من الكوارث، بمشاركة محلية ودولية من طرف كبرى الشركات الناشطة في مجال صناعة وتجارة أجهزة ومعدات الأمن والسلامة يمثلون أكثر من 1,200 مصنع ووكيل تجاري. دول الخليج بتنتهج نهج جديد اللي هو السلامة العامة، وبتنتهج لازم أي مكان بيتفتح سواء منشأة صناعية أو منشأة سكنية لازم تلتزم بمعايير عالية زي أنظمة الحريق، المرشات، الإنذار المبكر، إلى جانب أن هي دلوقتي انتهجت نهج جديد أن هي بتربط كل المباني بسيستم جديد خاص بوزارة الداخلية. وقد ناقش المؤتمر على مدى أيامه الثلاث 9 أوراق عمل تخللها 3 حلقات نقاشية تناولت قضايا التنمية المستدامة ودور الأفراد في تحقيقها والأثر السلبي للمتغيرات المناخية على التنمية المستدامة في مختلف دول العالم وجديد صناعة الأمن والسلامة وحماية الأملاك والمنشآت، وتوج بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات بين عدد من الإدارات في وزارة الداخلية وبعض الشركات المشاركة لدعم احتياجات الدولة في مجالات الأمن والسلامة. في كل مرة دايما نشتغل على مسألة توصيف والموافقة من كبرى المختبرات العالمية للمواد اللي ننتجها، واللي هي تتوزع طبعا باش تضمن أكبر قدر من الحماية للأرواح، للممتلكات، وطبعا للمحيط. وتقدر مصادر مطلعة في قطاع الأمن التجاري والسلامة العامة ومكافحة الحرائق حجم الإنفاق الخليجي السنوي على هذه الأنظمة بما يقارب 1,350,000,000 دولار سنويا، والرقم في تزايد متواصل بالتوازي مع معدلات النمو الاقتصادي التي تسجلها تلك الدول والتطور العمراني واتساع رقعة مشاريع الطاقة والبنية التحتية. ويبرز المعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا من وسائل حديثة لمواجهة الأزمات في ظل تصاعد وازدياد وتيرة الكوارث وما تخلفه من آثار سلبية على المجتمعات المحلية. صلاح الدين مقراني، CNBC عربية، الدوحة. خلال شهر أكتوبر من هذا العام كان أداء البورصة القطرية متفاوت، نسبة نمو تقريبا 1.25% والتي تزامنت وإعلان الشركات عن بياناتها المالية. المضاربات كانت سمة هذا الشهر في ظل أن هناك كان انخفاض واضح في أحجام وقيم التداولات. أهلا بكم، كيف كان أداء الأسواق القطرية في شهر أكتوبر الماضي؟ ما هي أبرز التحليلات والمؤشرات لهذا الشهر وأفضل الأسهم أداء؟ بداية، الأسهم القطرية سجلت في هذا الشهر ارتفاع ب 1.2%، هذا بالنسبة لبداية الشهر، حيث بدأت التداولات 11,465 نقطة، انتهت التداولات عند 11,604 نقاط. أعلى نقطة سجلها المؤشر لهذا الشهر كانت 11,874. لم تنجح الأسواق القطرية في الاستفادة من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، خاصة يعني أن قطاع الطاقة والخسائر بالنسبة للنفط لا زالت تضغط على الأسواق. بالنسبة للقيمة السوقية وكان التغير فيها بحدود 0.5% لهذا الشهر. في سبتمبر 605 مليارات ريال قطري، في أكتوبر 608، هذا الارتفاع بحدود 0.5%. بالنسبة لأحجام التداول، التغير كان ب 31%، 127 مليون سهم في شهر سبتمبر، ارتفعت إلى 167 مليون سهم في شهر أكتوبر. لاحظوا الارتفاع في أحجام التداول. كذلك إذا تم توزيع حجم التداول على بالنسبة للقطاعات، فقطاع العقارات كان له النصيب الأكبر ب 33.1%. أسعار العقارات في قطر تستمر في الارتفاع، يستمر سوق العقارات في إظهار التحسن. الاتصالات 19.5%، البنوك 15.5%.
4%، الصناعة 12.6%، والقطاعات الأخرى 19.5%. الأسهم الأفضل أداء والأكثر ارتفاعا كانت أولا الطبية ب 23.5%، تليها الناقلات ب 10.7%، والأعمال ب 7.4%. هذا عن أفضل الشركات أداء، ولكن ما هي حالة الشركات الأسوأ أداء والأكثر انخفاضا؟ الإسلامية القابضة كان هو الأسوأ أداء ب 8.3%، المخازن ب 8%، وانخفاض للخليج التكافلي ب 6.5%. هذه هي أسوأ الشركات أداء بالنسبة للسوق القطري. صافي التداولات، القطريون باعوا 113 مليون سهم، الخليجيون باعوا 74 مليون و200 ألف سهم، والأجانب أضافوا 187 مليون و300 ألف سهم. الأجانب يضيفون أسهم، طبيعة الحال هذه هي الأموال التي تسمى بالباسيف ماني، أو الأموال التي تشتري وتتتبع المؤشرات الأسواق الناشئة بصفة عامة، ومع تتبعات أسواق الأسهم يمكن القول أن إجمالي الكاش فلو أو إجمالي التدفقات النقدية لسوق قطر كانت إيجابية للأجانب في شهر أكتوبر. الأسهم الأكثر شراء، الناقلات كانت 2,600,000 سهم، وإزدان القابضة 1,800,000 سهم، مصرف الريان جاء بمليون ومائة ألف سهم. هذه هي الأكثر الأسهم التي كان عليها شهادة إقبال من المستثمرين في شهر أكتوبر الماضي. الأسهم الأكثر بيعا والتخلص منها المستثمرون كانت الصناعات القطرية 305,000 سهم، الملاحة القطرية في المركز الثاني 186,000 سهم، ثم الخليج الدولية 160,000 سهم. هذا كان أداء السوق القطري، ربما تأثر السوق كثيرا ب النفط وبالتراجعات في أسواق الطاقة. طبعا نشكر الزميل محمد فتحي على هذا العرض الوافي. طبعا في القسم الثاني من هذه الحلقة سوف يكون لنا أيضا وقفة تفصيلية مع نتائج أعمال البنوك في التسعة أشهر الأولى من هذا العام، والتي نمت بنسبة 7%. لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة للقسم الثاني من حلقة عين على قطر. معدلات نمو جيدة سجلتها البنوك القطرية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، نسبة نمو 7%. الأبرز كانت معدلات النمو في أرباح مصرف قطر الإسلامي، نسبة نمو 25%. كذلك في المقابل معدل نمو جيد بالنسبة لQNB. أما بالنسبة للبنك التجاري فقد سجل أسوأ أداء له، نسبة تراجع في صافي الأرباح 14%. تفاصيل نتائج البنوك في سياق التقرير التالي. الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة قطر تنمو بنسبة 7% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 15 مليارا و700 مليون ريال مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام السابق. وجاءت معدلات النمو في الأرباح متفاوتة نتيجة نمو وزيادة الأنشطة التشغيلية للبنوك وتقليص مخصصات القروض والسلف إلى 10,400,000,000 ريال مقارنة ب 13,600,000,000 ريال في العام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 24%. بنك قطر الوطني QNB ساهم بالنصيب الأكبر في أرباح القطاع ب8,700,000,000 ريال مدعوما بارتفاع الأنشطة التشغيلية وانخفاض مخصص القروض ب63% إلى 233,000,000 ريال، بينما تصدر مصرف قطر الإسلامي الأكثر ارتفاعا بنسبة 25% وعند 1,400,000,000 ريال نتيجة ارتفاع إجمالي إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار إلى 2,800,000,000 ريال وارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 20%.
أرباح البنك التجاري تسجل أسوأ أداء لها منذ أعوام بتراجع نسبتها 14% بسبب تراجع حصة البنك في شركات زميلة بنسبة 50% وارتفاع مخصصات القروض والسلف إلى 544 مليون ريال وبنسبة 44%. موجودات البنوك المدرجة تنمو بنهاية سبتمبر بنسبة 11% وتناهز 1.51 تريليون ريال، وكذلك ودائع العملاء التي نمت بنسبة 10% وناهزت 712.3 مليون ريال، في الوقت الذي زادت فيه القروض المجمعة بنسبة 15% إلى 715 مليار ريال قطري. كما تبعنا 7% نسبة نمو في صافي أرباح البنوك، ولكن كمجمل أرباح الشركات 42 العاملة في بورصة قطر هناك نسبة نمو 6.5%، أكثر من 35 مليار ريال كصافي أرباح 9 أشهر 2014 9 أشهر 2015. بكل تأكيد صفقة بيعة أرض بروة خلقت فارقا في هذه الأرباح، لكن ردة فعل السوق تجاه هذه النتائج جاءت فاترة، تقريبا 1.25% نسبة نمو في المؤشر. إلى مدى سوف تبقى حالة الفتور في التداولات، السيولة الضعيفة، الهوامش الضيقة في تحركات المؤشر؟ هذا ما سوف أناقشه في هذه الحلقة مع ضيفي المستشار المالي حسام عنبرجي. حسام، ليس هناك استجابة حقيقية فيما يتعلق بهذه النتائج، كانت متفوضة، حامض حلو لفان يعني بالنتائج، ولكن المؤشر يعني هوامش ضيقة، قدرته على التماسك عند 11500 كيف تراها؟ يعني المؤشر بالنهاية سيتحرك استجابة لنتائج أعمال الشركات اللي طلعت لنا في 30/9، وطبعا بشكل عام خلينا نحكي نتائج الشركات لم تكن يعني بذاك المستوى اللي كانت من الممكن أن تدعم المؤشر ليحافظ على مستويات ال 11850 نقطة اللي كان وصلها مع بداية إعلان بنك قطر الوطني. لذلك شهدنا هذا التراجع. يعني خلينا نتعمقنا أكثر في نتائج الأعمال، نجد أن عندنا 16 شركة متراجعة، 16 شركة متراجعة، في بعض الشركات اللي كانت تحقق أرباح السنة هذه بدأت في عمليات خسائر وأربعة خاسرة. نعم. وحتى شركات جديدة دخلت إلى البند السالب بتحقيق أرباح سلبية. لذلك لم يستطع المؤشر المحافظة على مستويات ال 11850 وتراجع إلى المستويات الحالية. نتائج الأعمال أيضا ضغطت بشكل سلبي بعدم وجود يعني شهية أو عدم وجود خلق يعني شهية لدى المستثمرين بعمليات ضخ سيولة جديدة وعمليات استثمار جديدة في الوقت الحالي. باعتقادي الكل فضل يعني الاحتفاظ بسيولته والبقاء على الهامش السوق حاليا بانتظار يعني ما تتضح الصورة بشكل أوضح مع نهاية العام مع توزيعات الأرباح، حتى مع يعني عم نحكي أماني حسام. لأنه نعم نقول أنه نتائج سوف ترفع، النتائج سوف تعود بالسيولة، لكن كله عبارة الآن ندور في حركة مفرغة ضمن منطقة 11500 11800. نعم، لأنه لا يوجد محفزات قوية. نعم. يعني نحن كنا نمني النفس بأن نتائج الأعمال تطلع ويكون في عنا نتائج جيدة تؤدي إلى كسر هذه الحلقة المفرغة اللي عم ندور فيها، ولكن للأسف كانت النتائج سلبية. وصانع السوق في مكان آخر يبدو. لا يوجد صانع سوق في الوقت الحالي، باعتقادي هو مشغول في أوضاع تانية، أو حتى في متابعة النفط ومتابعة الأزمات العالمية اللي مارت علينا. لذلك لا يوجد هناك شهية حاليا. ممكن نشوف نقاط دعم، ممكن نشوف 11400 11 11200، بدون ذلك باعتقادي فنيا يعني إذا جينا نحكي الكسر ال 11600 في وقت سابق ممكن أن يودينا مية تانية إلى مستوى الدعم التالي، هو حوالي 11250 اللي كنا تدينا عليها في وقت سابق، أو حتى ممكن أن نشوف 10700 نقطة اللي هي كانت القاع، آخر قاع كان شاف المؤشر، خاصة يعني مع كما أشارت لك يعني مع ضبابية وتراجع الأرباح بشكل عام. طب في المقابل عم نشوف أنه عم ندور بحلقة مفرغة، حتى السيولة هي سيولة تدوير، يعني ما عم نشوف سيولة جديدة، هي عبارة عن مضاربات يقوم البعض بدفع بعض الشركات بيعملوا فيها مثل ما بقول بعض أرباح رأسمالية وتخارج من السوق. حتى اللاعب الأجنبي حتى عم نشوفه برا هلا حاليا،
كما أشرت لك لا يوجد شيء جديد في السوق يدفع إن كان اللاعب الأجنبي أو حتى اللاعب المحلي. يعني السيولة أصبحت عزيزة وغالية، تراجعات اللي كانت ألمت في السوق من بداية العام وعدم وجود محفزات جديدة، يعني محافظة أسعار النفط على مستوى 50 لا تعطينا يعني مؤشرات أنه سيكون هناك يعني عملية إنفاق حكومي جديد، كونه يعني باقتصاداتنا بشكل عام تعتمد على أحجام الإنفاق. طيب، الحكومي، هذا المشهد الرتيب في التداولات بتقديرك ممكن يغيره سعر النفط ب55 إلى 60؟ لا، باعتقادي ممكن يعني نحتاج إلى مستويات أعلى، نحتاج حتى ليس فقط أن يعتد كما شاهدنا في وقت سابق، يعني نحتاج أن يعتد بشكل أقوى وأن يحافظ على هذه المكاسب لفترة تزيد عن 6 أشهر حتى تعطي نفسيات المتعاملين أو حتى تعطي أريحية أكبر في مجاميع الاقتصاد بشكل عام حتى تدفع المستثمرين مرة ثانية إلى السوق مرة أخرى. حسام عنبرجي، أنت المستشار المالي، أشكرك شكر جزيل، كنت معنا في حلقة عن على قطر لهذا الأسبوع في هذه القراءة الجديدة والفنية والمالية أيضا فيما يتعلق باتجاهات وحركة السوق، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وبهذا اللقاء وبهذه القراءة تكون حلقتنا قد وصلت إلى آخر محطاتها. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية QNB.